هنالك مكان، مكان بعيد جدا من هنا، وللوصول إلى ذلك المكان عليك أن تتحلى بقوة وجودة سمع. تذكر، نقاء سماعك وجودة ما تستمع إليه كفيلان بأن يطلق العنان لحياتك وأن تملأ جسدك بالطاقة، والتي لها القدرة على نقلك إلى ذلك المكان. لذا استعد جيدا واصغ جيدا، سيتم نقلك وتحويلك من هذا العالم إلى عالم آخر في لحظات. 5 4 3 2 1 إذا كنت تريد المحاولة، حاول بكل جوارحك، وإلا فلا تحاول. إذا كنت تريد المحاولة، حاول بكل جوارحك. ثم طائر أزرق في قلبي يهم بالخروج، لكنني أقسو عليه جدا. أقول له: ابقى هاديا. هل تريد أن تثير جنوني وتقود أعمالي إلى الفشل؟ دائما تحدث الأشياء نفسها، والزمن يكرر نفسه كما في ردهات الجحيم، كما يتكرر الشقاء البشري، كما تزحف مخالب الخريف الطويلة لتسلخ جلد الحقول. لا يحدث التحول المأمول. إذن سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابها. أطفأت نار شموعها، أشعلت نور الكهرباء، شربت كأس نبيذها وكسرته. هل أخبرتك يوما أن حياتي من دونك تنقصها حياة؟ عندما أشتاق إليك أتكلم بكلماتك، أكرر أغنياتك، وأتصرف مثلك فقط لأحتوي شيئا منك. يكون الناس جميعا في يوم حب، يوم العيد، يوم تقديم الحلوى إلى كل فم لتحلو الكلمات فيه، يوم تعم فيه الناس ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة بقوة إلهية فوق منازعات الحياة. تتكشف الأقنعة ويختلط ما لا يختلط، يضيع التقدير ويسوء التدبير، وتختلط المعاني والكلام، ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل. عندما تنهار الدول يسود الرعب ويلوذ الناس بالطوائف. بنينا هذا العالم معا، عالم حيث تتحقق فيه الأحلام، عالم حيث يمكنك أن تكون حرا. ولكن هذا العالم كذبة. This world deserves to die. Because this is your world. We have lived by your rules long enough. People keep asking if he's back. How good to see you again so soon. The boogeyman will come for you, and you will do nothing. You have no idea what's coming. This city will witness a war. You want a war? للإجابة عن هذا السؤال، اقتفى باحثون من هولندا والولايات المتحدة مسار غاز الأوزون انطلاقا من أحد مصادر انبعاثه الرئيسية، وهي الصين التي تعد أكبر بلد في العالم يطرح غازات. وقد اكتشف هؤلاء العلماء باستخدام تقنية التصوير بالأقمار الصناعية أن غاز الأوزون في الصين انتقل عبر المحيط الهادئ باتجاه الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. أشار خبراء في مجال البيئة أن العالم أمامه 3 سنوات للبدء بشكل جدي في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وإلا فإنه سيواجه خطر احتباس حراري عالمي مدمر. قطاع النقل العام يعاني من سوء إدارة وتعدد مرجعيات ومركزية في الإجراءات، وتخبط في سياسات حكومية في ظل غياب الاستراتيجيات،
حيث سيطرت الملكية الفردية على أكثر من 80% من خطوط النقل العام، ومنحت حكومات متعاقبة تصاريح خطوط نقل عام لأفراد. يا فلسطين أعذريني، أعذريني يا حبيبتي، فالصيف منتشر في دموع العاشقين، والمساء مات حزنا ويتيما ووحيدا في زفير العازفين. يا فلسطين اعذريني، لست نبيا حتى أمشي فوق وجه الماء، وخيول الراحلين أزرعها في قصيد من هواء. أخبرني ليلى بأنه انزعج لما أصابني وقرر الوقوف لجانبي. لا أدري لو كان بشريا لاختلف الوضع ورحل كما فعل الجميع، فلا يوجد أمامنا خيارات كثيرة سوى أن نتحد وأن نقوم من جديد، وأرضى بما أصابني وأسير نحو المستقبل معا. هناك ضعف وقوة، فالضعيف يتهاوى تحت اليأس، والبطل يقاتل حتى النهاية.